إبداع سينمائي عماني حاضر على مدى 4 أيام بمهرجان كاد السينمائي بمتحف عمان عبر الزمان، والذي تضمن عرض 25 فيلما سينمائيا عماني جسدت الهوية العمانية والتراث والأصالة والإبداع والابتكار الفني، ليسدل الستار في يوم الختام لتكريم الأفلام الحاصلة على المراكز المتقدمة. هناك مؤشر جدا إيجابي لحصيلة هذه الأفلام من ناحية الجودة ومن ناحية الصورة ومن ناحية نفس الشيء العنصر السيناريو أو الكتابة، وهذا يدفعنا أن نقدم المزيد لصناع الأفلام. والشيء بالشيء يذكر، تم تدشين صندوق كادي لتمويل الأفلام، وهذه يعمل على تطوير أو مساعدة صناع الأفلام في مراحلهم الأولى، في مراحل التمويل الأولى، لنلتقي مع المؤسسات والداعمين إن شاء الله لتمويل هذه الأفلام. لا تختلف كثيرا من ناحية الشكل. جوائز المهرجان للأفلام الحائزة على المراكز الأولى تمثلت في النصل الذهبي لفيلم البنجري للمخرج موسى الكندي، والنصل الفضي لفيلم يوم أحد للمخرج عبد العزيز السيد. أما النصل البرونزي فحصده فيلم كتم الأنفاس للمخرج عيسى الصبحي. كما شهد المهرجان تقديم 12 جائزة فردية أخرى في مجال الإبداع السينمائي. شعور لا يوصف، وهو حال أي حد يفوز بجائزة بهذا الحجم. الجائزة هي محطة وما بتكون آخر محطة. الهدف من هذا الموضوع كله نرفع مستوى السينما في عمان، بحيث أنه نظهر للعالم. اكتفينا الجلوس بعيدا، يعني إن شاء الله تكون بداية وصناعة جديدة قادمة بإذن الله. طبعا الفوز يعني لي الشيء الكثير، ويعني لي الشيء اللي ما أقدر الحين أوصفه بصراحة، مشاعر ما تنوصف أبدا، بحكم تذكر اللحظات الجميلة بلمة طاقم العمل الفني اللي كان معانا. أنا حضرت الأفلام، كانت منافسة جدا قوية، سواء كان على مستوى التمثيل أو الإخراج أو الأفكار. أداء سينمائي عماني مبهر كشف عنه مهرجان كاد السينمائي، وما قدمه من محتوى بصري بشكل احترافي يبشر بصناعة مميزة للفن السابع، مبنية على جودة صناعة الفيلم المنتج وقيمته الفنية والإبداعية. مهرجان كاد السينمائي وغيره من المهرجانات السينمائية التي تقام في مختلف محافظات سلطنة عمان تعد بوصلة توجه وتطور المشهد السينمائي وتقدمه للساحة الفنية العالمية بهوية عمانية أصيلة. من متحف عمان عبر الزمان، علي بن جمعة الريامي، محافظة الداخلية، ولاية منح.